السلام عليكم. تعلمنا من قبل ما هي أركان الإسلام، وسنتعلم اليوم ما هي أركان الإيمان. الإيمان من أعظم النعم التي من الله تعالى بها على عباده، فبه يسعد المرء ويعيش مطمئن القلب في الدنيا والآخرة. هناك 6 أركان للإيمان وهي: مرحبا يا أصدقاء، اليوم سنشرح أركان الإيمان، هيا ننشدهم معا. أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. إذن كم عدد أركان الإيمان؟ 6 أركان. أحسنتم. هيا نعرف سويا ما هو الإيمان بالله. من هو ربنا؟ الله. ومن هو خالقنا؟ الله. أحسنتم. إذن نؤمن بأن الله هو خالقنا وخالق كل شيء، ونعبده وحده لا شريك له. ما هو الإيمان بالملائكة؟ أتعرفون سيدنا جبريل؟ سيدنا جبريل مخلوق من الملائكة وخلق من نور، هو من بلغ سيدنا محمد القرآن الكريم. إذن نحن نؤمن بالملائكة بأنها موجودة وخلقت من نور. ما هو الإيمان بالكتب؟ الله أنزل كتبا لهداية الناس. سيدنا عيسى أنزل عليه الإنجيل، سيدنا موسى أنزلت عليه التوراة، وسيدنا محمد القرآن الكريم. إذن نؤمن بجميع الكتب، والذي وصل إلينا هو القرآن الكريم. ما هو الإيمان بالرسل؟ سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم وعيسى وشعيب ويونس ويوسف، وأيضا سيدنا محمد، كلهم أنبياء ورسل من البشر، أرسلوا للناس لدعوتهم لعبادة الله. ما هو اليوم الآخر؟ هو يوم القيامة. في يوم القيامة يحيي الله الناس بعد موتهم ليحاسبهم على أعمالهم، إما جنة وإما نار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ما هو الإيمان بالقدر خيره وشره؟ القدر يا أصدقاء هو ما يحدث لنا ويجب أن نؤمن به. أتعرفون يا أصدقاء أنه إذا امتلأت قلوبنا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنا بالقدر خيره وشره، أدخلنا الله الجنة؟ اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار.